السلاح المنفلت والغير المرخص والصراعات العشائرية مشاكل ترافق الحكومات العراقية المتعاقبة، وبهدف التقليل من آثارها السلبية اجتمعت وزارة الداخلية والعشائر في كركوك لاتخاذ سلسلة إجراءات صارمة لحصر السلاح بيد الدولة من خلال حملات الدهم والتفتيش تارة والتوعية من مخاطر انتشار الأسلحة بشكل عشوائي لدى المدنيين تارة أخرى. احنا عشائر كركوك داعمين هذه الفكرة مع حصر السلاح بيد الدولة، واحنا حاليا بكركوك ما عندنا واحد حقيقة خارج القانون، لأنه هسه كل المواطنين ومن ضمنهم الشيوخ ما يشيل سلاح إلا بحالة يكون عنده هوية حمل السلاح. حصر السلاح بيد الدولة شيء إيجابي طبعا، وهناك دولة مهتمة بهذا الجانب، مخصصة من الدولة مليار دينار عراقي لشراء أسلحة من المواطنين، فنهيب على المواطنين اللي لديهم أسلحة زيادة بإمكانهم البيع إلى الدولة من قبل لجان من الوزارة الداخلية. آخر الإحصائيات الرسمية تكشف عن وجود أكثر من 200,000 قطعة سلاح غير مرخصة في كركوك، تعمل السلطات الأمنية على جمعها للحيلولة دون استخدامها في إثارة التوتر داخل المحافظة، فيما تحدث قائد شرطة المدينة عن كيفية تسجيل الأسلحة إلكترونيا، وفي حال انتهاء المدة الزمنية المحددة يتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. هذا الموضوع أكو برنامج موجود، عدة فقرات موجودة فيه، مراحل. أهم شيء أن المواطن أكو استمارة خلال منصة أور، المواطن يسجل السلاح الموجود عنده، والإجراءات يعني سهلة وبسيطة جدا. الحكومة المحلية في المحافظة وبعد تثبيت أركانها ماضية في تعزيز حضورها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية وإنهاء أي ظواهر مسلحة خارج سلطة الدولة عبر حلول علمية وإجراء مصالحات مجتمعية للحفاظ على الأمن العام بمختلف المناطق. تشهد كركوك بين الحين والآخر توترات أمنية وتطور واضح في الجرائم الجنائية التي يحكمها السلاح المنفلت ويملكها أطراف وشخصيات متنفذة، وهذا ما يستدعي حلولا حقيقية للحد من مخاطر السلاح المنفلت الذي يهدد حياة المواطنين. حيدر عودة، اليوم كركوك.